مرحبا بكم في حلقة اليوم. هناك اعتقاد شائع لدى الكثيرين، ألا وهو أن القطط تحمل جرثومة قادرة على التسبب بالعقم لدى النساء. فما مدى صحة هذا الادعاء؟ وهل هناك خطر على مخالطة القطط للنساء خاصة الحوامل؟ علميا يقول الأطباء أن الاختلاط بالقطط ليست له علاقة بالعقم لدى النساء، لكن القطط قد تحمل داء التوكسوبلازما، وهو مرض يؤدي لتعرض المرأة الحامل للعدوى إلى مضاعفة خطيرة على الجنين. وفقا للمراكز الأمريكية للتحكم بالأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن القطط تلعب دورا مهما في نشر عدوى داء التوكسوبلازما الذي تصاب به عبر أكلها القوارض والطيور والحيوانات الصغيرة التي تحمل الطفيلي. بل علب يض المتكيسة للطفيلي، وذلك بعد ملامسة براز القطط المصابة، مثل ما يحدث إذا نظفت المرأة فضلات القطط أو فراشها ولم تغسل بعدها يدها. كذلك بل علب يض المتكيسة الموجودة في التربة، وهذا يحدث عند تناول خضر وفواكه ملوثة بالطفيلي ولم يتم غسلها جيدا. شرب ماء ملوث بالطفيلي. تناول لحوم تحتوي على الطفيلي ولم يتم طهوها بشكل كامل، خاصة لحوم الخنزير والضأن ولحم الغزال. أولا، عليك تذكر مصادر العدوى ليست مقتصرة على القطط، ولكنها تشمل جميع الأطعمة واللحوم، ولذلك يجب مراعاة شروط النظافة أثناء تحضير الطعام، مثل غسل الخضر والفاكهة جيدا، والتأكد من نظافة ماء الشرب وطهو اللحم جيدا، وعدم استخدام السكين التي استخدمت لتقطيع اللحم الني لتقطيع أغذية أخرى أو الأكل. مع أن هنالك توصية للمرأة التي لديها قطة وتريد الحمل تهدف لتقليل احتمالية إصابتها بداء التوكسوبلازما من قطتها، مثل عدم تنظيف براز القطة وفراشها وإطعامها أطعمة معلبة فقط وليست النيئة، وعدم السماح لها بالخروج. إلا أن الخيار الأمثل قد يكون التخلي عن القطة وفقا للبعض، لأن مضاعفة احتمالية العدوى على الطفل كبيرة وخطيرة. إذا كانت لديك قطة وتريدين الحمل، فناقش الأمر مع اختصاصي الحمل والولادة الذي تراجعينه. تلافي الاحتكاك بالقطة خاصة الضالة أو ملاعبتها حتى لو بدت لك جميلة وأليفة، إذ قد تنقل لك العدوى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وحصري.